تقوى محل لو قتشي ذا وحل صور يا إن عمر بن الخطاب يا أبي بن كعب لبدا صحابي أي سويديين تقوى ذا تقول عمر وكير ما صومرتي والضوء قد حي بعضا ما صومرتي مركز سوري ها محاط سمي سيبولي وحر الشمرت واجتهت يعني وان فيتو مرضا أرور الصدي وحانا كد ذالي ميشان أدين كردقيو إن أي تهي ميلا وحبئي قم ذينن وان قد حي يدعاني أين أولن مركز سوحو لتاسي واتقوضا تقوض واتا سو الروح وضضا مركو مرا يو اسكما إلى لنا يو وحي مركا دباتين اي امام مدايا اسكا إلى لنا تاسو كالوي قد حنيها وحا كردغان معاصي دي الدنبية دا كردغان مركا سيدا قد حنت الله اسكا إلى لنا يو كالا مركا وضضا لمرا يو وإن الله اسكا إلى لنا الدنبية دا الله اسكا دورا هذا الكلو كاشبهنا وحلق السوري أبو هريرة لفتي سايا لقى سوري طلق بن حبيب تابعي قال له رمشر التقوى ذا مركو فسرا يي وحكو فسري أن تطيع الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله تقوى وحل إلى هذا إن هذا إلهي أطيع ذو أدكو أطيع ذو النور حق إلهي كيمي أدكو أطيع ذو أكرع ذو أدور رجينا إيا أجرسين تأي أبا المرين تأي إلهي أكو أجرسين إيو أما صوابكو أبا المرين إيو على نور من الله وحوشي ذا وعلمي أطاع هذا إلهي لا أطيع أيه وإن بعلم لغ أطيع علم ذا النور كدجان روح هدو جهل كسو جيا هاي وأنو قرن وح إلهي لغ أطيع أيه يصير أي تهاي يوح الله جربه يوحون غنا يا مذ الماء يا مجد كسو جم النغنا يا وكم مجد جورين يأكلوا شبهه مركه انه الهي اطيع الروح النور حق الهي كو اطيعه بمعنى علم ومنزل في وحي علم اليه كو اطيعه استغفر رجينا يا ثواب ك الهي بمعنى طاعه لا ايمان ايو الهي اشر انه سيو بك رجينا وهو كلو كسي دري تابعي طلق بن حبيب لا يده وان تجتنب معصيه الله على نور من الله تخاف عقاب الله وإن أتكدرات تقوض معصد إلهي يدنبك وإن أتكدرات يناد إلهي عاصده نور حق إلهي كأهادي وعلم قبل لوتشي داي وإن أتكدرات معصد أدو كبقى عقابك إلهي كبقى مركا قفك تقوض اللئي وحكس غيها الرجاء يا خوف نحريست إلهي صوابك يا أشرسين توارتشين يا عقابك إلهينا وكبغنا يا عقابك إلهينا وكبغنا يا مركا اللبدي أو إسلتشرة أي مركا اللئيمنا يا الرجاء والخوف واللبدي واللئيمنا يا عذابك إلهي وإن مؤمنك كبقى نحريست إلهي يا أبا المرنت إلهي يتشند إلهينا وإن رجيا تذكى قاربا وحي لهذان مرك إلهي إلا عابدا أيه وإن أن الروح الله إمن وإلهي أعابد إن إلهي تشند إليه يا إن النار كبد بادية وإن أن إلهي أعابد محو عابد يا هضاء وحي لهذان محو عابد يا بس إلهي إن الرالق لي كلي وعابدي شعيل الله شعلي هيبان وكعابدي لكن هذو الروح إلهي عابدو إسقو الدون أيا شند إلهي نوحيله وقاله نارت إلهي نأو كبد باد هذو سيدا إلهي عابدو معنى هذو وحي تيم مخلوق دراد ديبو إلهي عابدي ويا شند ومخلوق ومثل أبوري نارتنا ومثل أبوري
marka waa darajo hooseysa yiraahdeen taasi suufiyada qaar kood saasa yiraahdeen warka noocaas laakiin sax ma aha inay darajo hooseysa tahay in ilaahay loo caabudo inuu janno ku geliyo naarna ka badbaadiyo ma aha darajo hooseysa waa darajo sarreysa dadkii wanaagsanaa iyo nebiyadii ilaahay iyo saalixiintiiba waxay ilaahay u caabudayeen iyagoo naxariista ilaahayna rajaynaya cadaabka ilaahayna ka baqanaya waatuu allah yidhi tatajaafaa junuubuhum can ilmadaajici yadcuuna rabbahum khawfan watamaca dhinacyadooda ayaa ka dheeraanaya meelahay jiifeen xaalay naxariista ilaahay tamaaciyayaan oo rajaynayaan cadaabka ilaahayna ay ka baqanayaan wuxuu kaloo allah yidhi iyadoo uu ka warramayo nebiyada wayadcuunanaa ragaban wa rahaban wa kaanuu lanaa khaashiciin waxay ahaayeen qaar annagana baryoona caabuda xaalay naxariista iyada rajaynayaan cadaabka iyagana ka baqanayaan marka ilaahay wuxuu ku ammaanay nebiyadii inay naxariista ilaahayna rajaynayaan cadaabka ilaahayna ka baqanayaan nebi muxammedna sala allahu calayhi wasalam isagoo dadka ugu fadli badan ilaahay wuxuu ka baryi jiray inuu janno geliyo ilaahay iyo inuu cadaabkiisa ka badbaadiyo ayuu ilaahay ka baryi jiray sida axaadiista saxiixa ah ee saxiixa ku soo aroortay aasaarta kale mawduuca ku soo aroortay waxaa ka mid a waxay culammada qaarkood yidhaahdeen markay taqwada ka warramayeen waxay yidhaahdeen taqwo waxaa la yidhaahdaa anlaa yaraaka xaysu nahaaka wa anlaa yafqidaka xaysu talabak waa inaanu ilaahay kugu arkin meeluu kuu diiday waa inaanu kugu arag meeluu kaa doonayna waa inaanu kaa waayin yacni wax kastuu kaa doonay oo kugu waajibiyey waa in lagaa helaa wax kastuu kuu diiday oo kaa xaaraantinimeeyeyna waa in lagaa waayaa marka meeluu kaa doonay waa inaanu kaa waayin bimacnaa waa inaanad markaa xaadirin oo tegin oo samayn wuxuu kuu diiday meeluu kaa doonay waa inaanu kaa waayin wax kastuu kugu waajibiyey waa inaad la timaadaa meeluu kaa reebayna waa inaanu kugu arag yacni wax kastuu kaa reebayna waa inaad ka durugtaa oo ka fogaataa bacdi kale waxay ku fasireen sida imaam axmed oo kale taqwada wuxuu ku fasiray tarku maa tahwaa limaa takhshaa taqwo waxaa la yidhaahdaa waxaad jeceshahay inaad ka tagto oo aad uga tagto waxaad ka baqanayso daraaddeed aad uga tagto waxaad jeceshaad ka tegaysaa waxaanad uga tegaysaa waxaad ka baqanayso oo cadaabkii cadhadii ilaahay ah aawadeed baad uga tegaysa baydaawi waxa uu yidhi taqwa waxaa la yidhaahdaa faradu siyaana is-ilaalin badan baa la yidhaahdaa wa huwa fii curfi sharci ismun limaa yaqii nafsahu mimaa yaduruhu fi laakhira sharciga sida markaa loogu yaqaanana magac wuxuu yahay inuu ruuxu ka ilaaliyo naftiisa waxa aakhiro gudaheeda dhibaaya waa inuu naftiisa ka dhowraa oo ka ilaaliya bacdi kale waxay ku fasireen aslu taqwa an yaclama alcabdu maa yattaqi uma yattaqi asalka taqwadu waa inuu addoonku garto wuxuu ilaahay kaga baqanaayo oo dabeedna rabbi uu ka baqdo wuxuu ka reebay uu ka dheeraado oo iska ilaaliyo tafaasiirta aynu sheegnay dhammaantood macno keliyay ku wada dhacayaan culammada qaar waxay ku soo ururiyeen inay yidhaahdaan taqwadu an yajcala baynahu wa bayna allaahi wiqaayatan min cadaabi illaahi biimtithaali awaamirihi waijtinaabi nawaahiih taqwa waxaa la yidhaahdaa inuu addoonku iska ilaaliyo oo uu yeelo wax ka dhowraaya ilaahay cadaabkiisa oo uu ku yeelo inuu awaamirtii ilaahayya wuxuu rabbi faray farsoomo oo la yimaado wuxuu ka reebayna ka reebtoomo oo ka dheeraado
intaas ay ku urursanta taasina waxay u baahan tahay cilmi way ruuxi hadaanu garanaynin wuxuu ilaahay amray suu la yimaado da imtisaalki ma xasilin karo ma fulin karo hadaanu cilmi u lahayn waxa laga reebayna kama dheeraan karo saas awadee a'imada qaarkood waatay odhan jireen كيف يتقي من لا يعرف ما يتقي سيد إمام الثوري بلغ السوء نقلي سدو تقوى أولا إمانيا مدان قرنين وحو إسكا دوريو إسكا إلالين يبا مدان قرنين سدو تقوى أولا إمانيا مركا علمي أبا أنت التقوى دي وإنو أقوى يشو وحو تقوى دا كل إمانيا وإنو أقوى يشو أثار بدن موضوع كساب سن إساس يضابي أسار أرطي خلاصة هن وصاين الشيقني وإن أمرت إله إلا فريا وحر يبين الله قد إراده